باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نحن اليوم أيها السادة مع قصة قد رواها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أورد هذه القصة الإمام البخاري في صحيحه فيما يرويه عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يوم أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك ثلاثة نفر ممن كانوا قبلهم، كانوا قد أرادوا أن يذهبوا في رحلة أو في سير إلى مكان ما، قال وهم في الطريق أتاهم الليل فأرادوا أن يناموا حتى يطلع الصباح، فإذا بهم ينظرون إلى غار في جبل، قال فدخلوا في ذلك الغار حتى يناموا إلى أن يطلع الصباح، ثم يذهبوا إلى سبيلهم وإلى ديارهم. يدخل أولئك النفر الثلاثة إلى ذلك الغار، لكن هناك أمر عجيب حصل، أمر خطير جلل قد قدره الله تبارك وتعالى أن يكون في تلك اللحظات. إذا بالجبل يهتز، وإذا بتلك الصخرة العظيمة التي كانت تقع فوق الجبل تنزل فتسد باب الغار. يركض أولئك الثلاثة أيها السادة من أجل أن ينقذوا أنفسهم قبل أن يغلق الغار عليهم، لكن الأمر قد حصل وأغلق الغار، والصخرة كانت قد وضعت على باب وعلى فم الغار بشكل محكم. حاولوا أن يدفعوها بقوتهم ما استطاعوا، حاولوا أن يصرخوا ما سمعهم أحد، حاولوا أن ينادوا ما سمعهم أحد. جلس أولئك النفر الثلاثة أيها السادة، وربما قد دخل اليأس إلى قلوبهم، لكن واحدا منهم تكلم وأدلى بكلامه ونصيحته، قال ما أرى أنه سيخرجنا من هذا المكان إلا أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى، ما أرى أننا سنخرج من أزمتنا إلا أن نلجأ إلى الله عز وجل. وكل واحد منكم يعني أيها الصحاب عنده عمل صالح، ربما أن يسأل الله تبارك وتعالى به وأن يلجأ إلى الله عز وجل به. قال فوافقوه في كلامهم بعد أن حاولوا كل السبل من أجل أن يخرجوا ما استطاعوا، وعلموا أن الغار مغلق تماما عليهم. اليوم أيها السادة نريد أن نتعلم من أولئك الذين كانوا في الغار كيف نتعامل مع أزمتنا، كيف نتعامل مع مشاكلنا. اليوم الناس أيها السادة مع كل عقولهم ومع كل ما يفعلونه في هذه الحياة يحاولون كل القضايا، يحاولون كل السبل، لكنهم يتناسون وينسون الباب الذي لا يغلق، ألا وهو باب الله تبارك وتعالى. إذا ادلهمت بك الأمور في هذه الدنيا، إذا وصلت إلى طريق مسدود بقضايا مادية معنوية أسرية، إلجأ إلى الله عز وجل، ارفع يديك، في لحظات سترى أن المولى تبارك وتعالى سيستجيب. أليس المولى هو الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب؟ بالله عليكم كيف نكون نحن مؤمنين ومسلمين ثم نقرأ هذه الآية ثم نحن نترك الدعاء ونترك اللجوء إلى الله تبارك وتعالى؟ نريد أن نعود إلى النفر الثلاثة الذين لجأوا إلى الله تبارك وتعالى، وسنكون معهم في قصصهم العجيبة الغريبة التي أنقذتهم من محنتهم. يقوم الأول أيها السادة ثم يقف بين يدي المولى عز وجل، يرفع يديه، يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، يدعوه، يقول اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم يا رب فرج عنا، ثم يقول يا رب يا سامع الصوت ويا سامع، اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان، كان لي والد ووالدة، وكنت بارا بهما، وكنت في كل يوم آتي باللبن وبالغبوق، والغبوق هو الحليب الذي يشرب في المساء،
وكنت عندما أعود من عملي آتي بهذا الغبوق من أجل أن يشرب أبي وأمي من هذا الحليب، وكان لا يشرب أحد من هذا الحليب أبداً، لا زوجتي ولا أولادي حتى يشرب أبي وأمي، وكنت مصراً على هذا الأمر. في يوم من الأيام تأخرت في عملي، قال فرأيت أن أبي وأمي قد ناما، ماذا أفعل؟ قال فبقيت واقفاً على أقدامي وأنتظر أبي وأمي حتى يستيقظا من أجل أن يشربا اللبن، وأولادي يتضاغون بين أقدامي يريدون أن يشربوا، ما سمحت لأحد أن يشرب حتى يشرب أبي وأمي. يطلع الصباح يستيقظ أبي وأمي فإذا بهما يرياني وأنا أحمل غبوق اللبن، يأخذان هذا الحليب ثم يشربانه، ثم بعد ذلك تشرب الزوجة والأولاد. اللهم إن كنت تعلم أنني قد فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك وفي سبيلك يا رب ففرج عنا ما نحن فيه. قال فإذا بالصخرة تهتز وكأن ماردا عجيبا قويا قد هز الصخرة. قال وفرجت فرجة هكذا فرجة صغيرة، لكن حاولوا أن يخرجوا منها ما استطاعوا، علموا أن القصة لابد أن تكمل ولابد أن يدلي كل واحد منهم بدلوه وبما عندهم من قصص ومن قضايا. يأتي الرجل الآخر ثم يقوم بين يدي المولى عز وجل، أيضا يستغفر المولى ويلجأ إليه، ثم يقول له يا رب يا رب يا من تعلم مكاننا وترى حالنا، اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم جميلة وكنت أحبها حبا عظيما، وكنت يا رب كنت أراودها عن نفسها وكانت هي ما تقبل ما ترضى، كانت إنسانة عفيفة وشريفة. في يوم من الأيام ضاقت عليها السبل واحتاجت إلى المال، قال فأتت إلي وكنت صاحب مال، قالت أريد بعض المال من أجل أن أنفق على عيالي وعلى نفسي. قال وكأن الفرصة قد أتت إلي وكأن الطعام الشهي قد أتى إلي، فقلت أعطيك ما تريدين لكن تخليني ونفسك يا ابنة العم. قال تنظر إليه، قال وهي الشريفة العفيفة بدأت تبكي تقول يعني لماذا، ولكنه كان مصرا على هذا الأمر. قال فلما جلس من هذه الإمرأة ما يجلس الإنسان من زوجته، قال فبدأت تبكي هذه الإنسانة، قالت له يا ابن العم إن كان ولا بد فليكن ذلك بفض الخاتم، إن كان ولا بد فليكن ذلك بالحلال، تعال فليكن بيننا زواج شرعي وليكن بيننا ما يرضاه ربي تبارك وتعالى. قال فينظر هذا الرجل وأنا الإنسان صاحب المال وصاحب العقل، ثم تغلبني هذه المرأة بإيمانها. قال فصحى إلى نفسه ثم قام عنها ثم ذهب ثم قال خذي ما تريدين من المال لوجه الله تبارك وتعالى، ثم قال يا رب اللهم إنك تعلم إن كان هذا الأمر خالصا لوجهك الكريم وما فعلته مخافة منك ففرج عنا ما نحن فيه. قال فإذا بالصخرة تنفرج وتبتعد قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج. يقف الرجل الثالث ثم يدعو الله تبارك وتعالى يقول يا رب اللهم إنك تعلم أنني في يوم من الأيام استأجرت أناسا ليعملوا عندي وقد أعطيت كل واحد منهم حقه إلا رجل ترك المال ثم ذهب، لكنني أبقيت هذا الحق الذي هو له أبقيته عندي ما أنفقته ثم استثمرته له. قال حتى أصبح أودية من البقر ومن الأغنام ومن الإبل. في يوم من الأيام يعود هذا الرجل وربما قد ضاقت به الحال، أراد أن يفتش عن دفاتره القديمة، قال فلنا بعض المال عند ذلك الرجل. أتى إليه قال يا هذا إن لي عندك أجرا، قال أي أجر؟ قال في يوم كذا كنت أعمل عندك وما أخذت أجري منك. قال أين أنت يا هذا؟ كنت أبحث عنك كثيرا. قال له تعال. قال أتنظر وأترى تلك الأودية والوادي الكبير من الغنم ومن البقر ومن الإبل؟ قال نعم. قال هذا كله لك. قال أتهزأ بي يا هذا؟ يعني أنا فوق مصيبتي تريد أيضا أن تهزأ بي؟ أنا فقير وتريد أن تهزأ بي؟ قال لا والله ما أهزأ بك لكنني استثمرت لك مالك حتى صار مثل ما ترى.
قال فإذا بهذا الرجل يأخذ تلك المواشي من الإبل والبقر والأغنام ويذهب بها كاملة. يقول هذا الرجل: اللهم إن كنت قد فعلت هذا في سبيلك وابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فإذا بالصخرة تنفرج ويفتح باب الغار وفم الغار ثم يمضون في سبيلهم. هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك القصة التي تمتلك عناصر أساسية من أجل أن نكون من أهل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. إن أردنا أن يفرج الله عنا، يا من أصابك هم، يا من أصابك غم، يا من نعيش في أزمة، يا من تعيش بلادنا في محنة، إذا أردنا أن يفرج الله عنا فعلينا أن ننظر في قصة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. أولاً، إذا أردنا أن يفرج الله عنا فعلينا أن نحب بعضنا، علينا أن نكون أوفياء بآبائنا وأمهاتنا، علينا أن نكون بارين بآبائنا وأمهاتنا. وأنا اليوم كما يعلم الكثير من حضراتكم نرى كثيرا من العقوق اليوم، نرى كثيرا من الذين يعتدون على آبائهم، يعتدون على أمهاتهم باسم الحضارة، باسم التطور، باسم الثقافة، ما عاد يطيع أباه وما عاد يطيع أمه، وهما اللذان كانا سببا لوجوده في هذه الدنيا. إذا أردنا أن يفرج الله عنا كما فرج عن أولئك النفر الثلاثة، تعالوا فلنكن بارين بآبائنا وأمهاتنا، هذا أولا. إذا أردنا أن يفرج الله عنا فعلينا أن نتخلص من ذنوبنا ومن آثامنا، أن نتخلص من تلك الأمور التي يقع فيها كل إنسان. كل إنسان معرض للخطأ، النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، لا يجعل الإنسان من نفسه تلك الملة من القدسية، أي أنه لا يخطئ أو أنه يعني لا يزل أو لا يأتي عليه الشر أو لا يأتي عليه الخطأ أبدا. أيها السادة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بكل بساطة: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل ابن آدم خطاء، إذن كلنا نخطئ، وكل لكن القضية أن لا نصر على الخطأ، أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذا أمر ثان ومهم، أن نستغفر الله وأن نتوب إليه من كل ذنوبنا وأن نتخلص مما علق فينا من آثام وأخطاء. القضية الثالثة المهمة أيها السادة، إذا أردنا أن يفرج الله تبارك وتعالى عنا فتعالوا لنرد الحقوق لأصحابها. اليوم أيها السادة الناس تبرر الحرام، باسم الأزمة الناس تأكل الحرام، باسم الأزمة اليوم التجار يرفعون الأسعار ويأكلون الحرام، باسم الأزمة الناس اليوم تبرر لنفسها فعل الحرام، اليوم الرجال يبررون لأنفسهم الحرام والنساء تبرر لأنفسها الحرام. وأقول أيها السادة، الحرام لا يبرر، الحرام اسمه حرام مهما كانت صفته ومهما كانت يعني درجته، الحرام حرام. إذا أردنا أن يفرج الله عنا يا أيها السادة، يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا فلنعيد الحقوق لأصحابها. هناك لك أخ له عندك مال، أعد له ماله. هناك إنسان له عندك حق من إرث أو من غيره، أعد له حقه. إياك أن تأكل، فالحرام عار والحرام شنار، والله والحرام تعاسى في الدنيا وسيكون ويل ووبال هناك في الآخرة. نحن أمة نعم ربما تعيش في هذه الدنيا في هموم وغموم، لكننا أمة تنظر إلى الآخرة، تنظر إلى تلك الدار التي فيها مكانين فقط، إما إلى جنة وإما إلى النار. لكنك الآن تستطيع أن تحدد مصيرك، أين تريد أن تكون؟ إما أن تكون في جنة وإما أن تكون في نار. والعاقل المؤمن الفهم الفطن هو ذلك الذي يجعل له مكانا طيبا مباركا هناك في جنة الله تبارك وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا سيرحل من هذه الدنيا، كلنا سيرحل، مهما كان عملك ومهما كانت وظيفتك ومهما كانت أرصدتك ومهما كان منصبك، سنرحل إلى الله تبارك وتعالى. لكننا نريد إذا رحلنا أن نهيئ مكانا طيبا لأنفسنا، نريد أن نهيئ جنة
جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا وأن يكرمنا وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، أن يجعلنا جميعا من أهل الوفاء، أن يجعلنا جميعا من أهل البر، أن يجعلنا جميعا من أهل أداء الحقوق لأصحابها، أن يجعلنا جميعا من الذين يتبعون يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.